بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء وزوار مدونة جوكر سوفت. معكم النهاردة يا جماعة بسام البدوي. الحقيقة يا جماعة النهاردة أول مرة أعمل فيديو شرح صوت وصورة. بإذن الله النهاردة معانا شرح برنامج هيفيد ناس كتير قوي. طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا برنامج اسمه أكرونيس. طبعا البرنامج غني عن التعريف، ناس كتير طبعا عملت البرنامج وعملت الشرح، لكن احنا النهاردة هنشرحه بطريقة تخص السوفتاجية. لكن الشرح طبعا ينطبق على كل الناس، ممكن تقدر تعمل الشرح دوت وتجربه وتطبقه، بس يا ريت يكون التطبيق بشكل سليم. بإذن الله نحاول نستفيد ونفيد بعض. في البداية بس هناخد فكرة بس عن فكرة عمل بخص السوفتاجية عامة. طبعا احنا عندنا برامج البوكسات، برامج التعريفات، والبرامج حتى اللي بنشتغل بيها. طبعا كل ده بيبقى موجود على الويندوز. في حالة ان الويندوز اتفيرس او حصل بقى في مشاكل، بقى تقيل، بقى مهنج، طبعا مشكلة كبيرة اوي بالنسبة لنا ان احنا نغير ويندوز. فبإذن الله من خلال البرنامج دوت هنقدر ناخد باك اب من الويندوز ونرجعه تاني في حالة ان الويندوز حصل له اي مشاكل. ان شاء الله الدرس هيكون مقسم على 3 دروس. الدرس الأول هنعرف ازاي نثبت البرنامج ونفعله، الدرس الثاني هنعرف ازاي ناخد باك اب، الدرس الثالث هنشوف ازاي نرجع الباك اب اللي احنا اخدناه. طبعا هوريك كل حاجة عملي، مش هبخل عنك بأي حاجة، وحاول على قد ما اقدر اوصلك المعلومة بشكل بسيط. روابط التحميل هتلاقي أسفل الفيديو، رابط المدونة تخش على المدونة هتلاقي رابط التحميل. بعد ما تحمل يطلع لك ملف مضغوط بهذا الشكل، تفك الضغط عنه، كليك يمين، دوس هنا. طبعا هيطلب منك باسورد. باسورد اي حاجة انا برفعها هيكون بسام ات 123، وبعد كده هتدوس اوكي يبتدي معاك يفك. بعد ما تفك الضغط عن البرنامج هيطلع الفولدر بهذا الشكل. نجيب دي كده على جنب. ان شاء الله نبدأ بقى بتثبيت البرنامج. يا رب بس يا جماعة نركز، واول حاجة اول خطوة مهمة لازم نعملها ان احنا نفصل الانترنت. انا فاصل الانترنت عن الجهاز عندي لان احنا هنستخدم نسخة 2014. نفتح الفولدر، نيجي على تثبيت، نختار ملف التثبيت. البرنامج بدأ يشتغل. نفتح السيريال ونصغر، هتلاقينا حاطط لك سيريالين. السيريال الاولاني اللي هو التجريبي ده اللي هنحتاجه واحنا بنسطب البرنامج، السيريال التاني السيريال البريميوم بتاع التفعيل. خلاص كده البرنامج قرب يفتح. يس، البرنامج هيحاول يدور على تحديث. طبعا احنا فاصلين انترنت فمش هيلاقي، فهنثبت الاصدار 2014 اجباري. ندوس انستول، اكسبت، نيكست، ندوس نيكست تاني، ونحط السيريال دوت، ناخده كوبي نحطه هنا بيست. زي ما احنا شايفين ادانا علامة الصح، معنى كده ان السيريال سليم. ندوس نيكست وندوس بروسيد، ويبدأ البرنامج في التثبيت. لحد ما البرنامج يثبت هرجع لك تاني. زي ما احنا شايفين يا جماعه كده البرنامج خلاص قرب يخلص تثبيت، وهيطلع لي هيقول لي خلاص كده انا خلاص خلصت تثبيت، وهيقول لي هتشغل البرنامج ولا فينيش. زي ما احنا شايفين كده هنقول له ستارت ابلكيشن. ننتظر لحد ما البرنامج يشتغل. ممكن نجيب دي كده برضو لان احنا هنرجع لها تاني. تمام، البرنامج فتح زي ما احنا شايفين. هنا بيقول لي اشتغل تجريبي، وهنا كاتب لي انتر سيريال. احنا معانا السيريال البريميوم اللي هنفعل بيه، كليك يمين كوبي، ونقول له انتر سيريال نمبر، نعمل له بيست هنا. تمام، السيريال سليم.
ندوس اكتف. زي ما احنا شايفين اكرونس ترو ايمج 2014 بريميوم، كده البرنامج شغال معانا بريميوم. بس هو كده ما تفعلش تماما، لان هنيجي ندوس كليك يمين هنلاقي كلمة اكتف موجودة. طيب هنعمل ايه عشان نفعله تماما؟ خليك معايا وركز بقى في الخطوة اللي جاية لانها خطوة مهمة جدا. نقفل البرنامج، نفتح تاسك مانجر، اي حاجة تخص الترو ايمج الاكرونس ترو ايمج نقفلها، ندوس اند تاسك كمان كده، مفيش حاجة تاني مفتوحة تخص الاكرونس. تمام، نقفل دي كمان، نفتح المجلد ده تاني ونيجي على تفعيل ونركز بقى يا جماعة، لان اهم جزئية هو تفعيل البرنامج بشكل سليم. طبعا معانا ملفين التفعيل دول، الباتش والملف ده. ناخد الملف ده كوبي، نفتح ماي كمبيوتر، نكبر، تخش على السي البروجرام فايل كومون فايلز، نفتح الاكرونس، تخش على الهوم. تمام، صغر معلش، نجيب الاتنين كده جنب بعض. الملف ده يا جماعة هو نفس الملف ده، ده الملف اللي احنا هنجيبه هنا. بس هنعمل حاجة بس بسيطة هنا، نعمل لده كليك يمين وندوس رينيم، نمسح ال DLL ونكتب ABK وندوس انتر. تمام، طبعا احنا خدنا ده كوبي، ندوس هنا بيست ونقول له كونتينيو. تمام، نقفل ده خلاص. نيجي الباتش، كليك يمين وندوس ران از ادمنستريتور وندوس يس، هيبتدي يفتح لنا الباتش بشكل سليم. هيقول لي سكسسفولي اكتيفيشن سكسسفولي، بليز بريس اني كي تو كونتينيو. كده تمام، كده البرنامج بقى مفعل معانا. تمام، نقفل خالص التفعيل ونشغل البرنامج. يس، هنشوف بقى البرنامج فعلا بقى متأكتف تماما ولا لسه. زي ما احنا شايفين مفيش كلمة اكتف لما بندوس على علامة الاستفهام. تمام، كده البرنامج بقى شغال معانا مفعل تمام التمام، مفيش فيه اي مشاكل. بإذن الله الدرس اللي جاي هنعرف ازاي هناخد باك اب، وهنعرف ازاي نستعيد الباك اب بأكتر من طريقة. هيبقى فيه 3 طرق، انا هوريك اهم طريقة فيهم بإذن الله. اشوفكم الدرس الجاي بإذن الله، الدروس كلها تنزل ورا بعض. تحياتي بسام البدوي.